بداية في للجسم في ان هو يعرق او بداية التعرق، ده بيبقى يا ستي اسمه ان الجسم بيعمل في نظام متكامل. ازاي؟ طب ما هو القلب بعيد عن الموضوع اللي هو بتاع العرق، بعيد عن ان انا عيني مش بتبقى مستقرة، بعيد عن كل حاجة. ازاي كلهم بيحصلوا في نفس الوقت لما انا يحصل لي حاجة؟ ده بسبب ان انا بقولك ان الجسم يعمل معا في نظام متكامل. فمثلا الصور ديت بتورينا رد فعل جسم لما يشعر بتوتر. في حد هيعمل زي البنوتة دي كده وينكمش على نفسه ويقعد كده بعيد ويغمى عينيه؟ وفي حد هيتوتر فمش هيعرف يتحرك زي كده اللي قدام العربية ده؟ في حد برضو ايه بيبقى غضبان ومش قادر ان هو يسيطر على نفسه. دي كلها حاجات بتحصل للجسم لما يشعر بالتوتر. فعندما نشعر بالتوتر بيحصل حاجتين: تتصارع نبضات القلب ويقشعر جسمك، يعني جسم كده بيبدأ ان هو يقشعر، وفي نفس الوقت نبدأ في التعرق. وأحيانا في ناس بتشعر بألم في معدتها. شوفي كام جهاز اشتركوا مع بعض: القلب وأشعار في الجسم وبداية تعرق وألم في المعدة. كل دي حاجات بتحصل أول ما الجسم يشعر بالتوتر. طب إزاي هو بيعمل كده كنظام؟ أو طبعا بيعمل كنظام، في كذا جهاز كده هم اشتغلوا مع بعض وعملوا كل الحاجات دي. إزاي؟ أول جهاز الجهاز العصبي، هو اللي استقبل إشارات عصبية من أعضاء الجسم زي العين مثلا. العين شافت حاجة وطرتها، فبدأت إن هي مين اللي يستقبل الإشارات العصبية؟ الجهاز العصب العصب. برافو عليك. الجهاز العصبي بيستقبل الإشارات دي من الأعضاء زي العين، ويقوم المخ يستجيب ليها ويبعت العين أو يبعت الاستجابات المناسبة ليها. وكمان الجهاز التنفسي بيزود من عدد مرات التنفس، لأن احنا بنبقى كأننا مش ما عندناش طاقة ولا عندنا أي حاجة، فيبدأ الجهاز التنفسي يزود عدد مرات التنفس في لحظات التوتر دي بالذات عشان ناخد المزيد من غاز ايه؟ الأكسجين. الأكسجين. برافو عليك. أما الجهاز الدوري فده بيقوم بضخ المزيد من الدم. أنا طبعا خدت أكسجين كتير، برضو محتاجة دم كتير يوصل لكل جسمي، فبالتالي نبضات قلبي بتزيد بسبب إن الجهاز الدوري بيخلي القلب يضخ المزيد من الدم المحمل بالأكسجين والعناصر الغذائية لكل أجزاء الجسم، لأن كل أجزاء الجسم في الوقت ده بتبقى محتاجة طاقة. كمان الجهاز العضلي بقى ده آخر حاجة بتبدأ إن هي اللي بيتكون من عضلات اللازمة للحركة. برضو بيبدأ الجهاز العصبي إن هو يبعت لها رسالة: لو الموقف ده المفروض ان انا اتحرك فيه وانقذ نفسي. فبرضو كده الجهاز العصبي بعت رسالة للجهاز العضلي عشان يبدأ يتحرك. تمام. تمام. يبقى احنا عندنا طبعا جسم الانسان يعمل كنظام متكامل عند الشعور بالتوتر. طب ازاي؟ لان كل الاجهزة او معظم الاجهزة، وهم 4 عندنا اهو تحديدا، بيعملوا معا في أو لاستقبال أو كنظام متكامل لأداء وظائف مختلفة. إزاي؟ عندنا جهاز عصبي ده بيعمل إيه؟ بيستقبل مين؟ لازم نبقى عارفين كويس جدا ده بيعمل إيه وده بيعمل إيه. يستقبل الإشارات العصبية من أعضاء الحس زي العين مثلا أو من أي عضو في الجسم. طب وبعدين بيعمل إيه؟ مين اللي هيبعت الرسالة أو الاستجابة؟ الجهاز التنفسي. لا، اللي هيبعت الاستجابة
يقوم المخ. المخ يا رودان بإرسال الاستجابة. تمام، تمام. يبقى الجهاز العصبي بيعمل حاجتين، بيستقبل الإشارات العصبية من الأعضاء، في نفس الوقت بيخلي المخ يرسل الاستجابة المناسبة. تمام، الجهاز التنفسي من اسمه تنفسي، يبقى خلينا نعمل ايه بالظبط؟ يبقى يزيد عدد مرات التنفس للحصول على مين؟ الحصول على المزيد من الأكسجين. الأكسجين. تمام. ثالث جهاز عندنا الجهاز الدوري، واحنا عارفين ان الجهاز الدوري ده اللي فيه الدم او اللي فيه القلب والشرايين. هيعمل ايه الجهاز الدوري؟ هيضخ الدم المحمل بالأكسجين والعناصر الغذائية إلى أعضاء الجسم. يبقى يضخ المزيد من الدم، هو اوريدي بيضخ دم، في حالة التوتر هيضخ المزيد من الدم المحمل بحاجتين، أكسجين وعناصر غذائية إلى كل أعضاء الجسم. آخر حاجة عندنا الجهاز العضلي، واللي هو بيتكون من إيه؟ من العضلات يتكون من عضلات اللي هي مالها لازمة للتحرك. للحركة. برافو، تمام. عرفنا تمام. ازاي كل بيعمل كنظام في حالات التوتر. تمام، فاحنا مثلا خدنا برضو حاجة قبل كده في سنة رابعة، خدنا الاستجابة للخطر. فاكرة الصورة دي ولا مش فاكرها؟ فاكراه؟ ده حيوان اسمه ايه؟ يربوه. ايوه، اليربوع القافز. وده كان الثعبان، وكان معروف ان الثعبان دايما بيهجم على اليربوع القافز يفترسه، ايوه. فكان احيانا اليربوع القافز ده بيقدر ان هو يهرب منه. ازاي؟ عن طريق الاستجابة للخطر. ازاي برضه؟ يبدأ اليربوع ان هو يسمع صوت الثعبان، لان هو عنده حس سمع قوية جدا، فأول ما يسمع صوت الثعبان على طول المخ بتاعه يستقبل الصوت ده من أعضاء الحس اللي هي الأذن، المخ يستقبل وبعد كده يبعت رسالة لأقدام اليربوع للبدء فيه القفز. الحركة أو القفز سريعا. ده اللي كان بيحصل في الاستجابة للخطر. فكل طبعا الحيوانات عندها إحساس بالخطر، فزي حيوان اليربوع ده أول ما بيحس إن في ثعبان قريب منه تبدأ الأجهزة بتاعته إن هي تتعامل مع الموقف الخطير ده عشان تهرب منه. زي برضو ما أجهزة جسم الإنسان المختلفة أول ما بتتعرض لمواقف خطيرة زي التصادم أو السقوط من مكان مرتفع برضو بيبقى ليها استجابات معينة، بس عشان الاستجابات دي تحصل لازم يكون فيها كذا جسم ارتبط مع بعض. فهمنا؟ فين؟ تمام. عندنا بعد كده في حاجة اسمها الاستجابة الحسية، ودي زي ما قلت لك مثلا عندي ازاي هتعمل الأجهزة المختلفة لو تعرضنا لموقف خطير، زي مثلا ان احنا وقعنا من على الدراجة زي البنوتة دي. فايه اللي هيحصل؟ اول حاجة المستقبلات الحسية اللي في المخ
هتبعت رسالة للمخ، يعني المستقبلات اللي عندي الحسية اللي في جسمي بعتت رسالة للمخ عبر شبكة من الأعصاب. بدأ المخ إن هو يعالج الرسالة دي ويفهم إيه ده، إيه اللي حصل، ده في حاجة مش طبيعية حصلت. فأبدأ بقى إيه أعمل استجابة للموضوع ده إزاي. هبدأ أبعت رسالة عشان يبدأوا هم استجابة. طب هتبعت رسالة لمين يا مخ؟ هيبعت رسالة للجهاز العضلي عشان تبدأ العضلات إن هي تستهلك الطاقة اللي هي مخزناها فيها في الميتوكوندريا، فاكرة؟ أي تبدأ إن هي تستهلك العضلات الطاقة اللي متخزنة في الخلايا بتاعتها عشان تبدأ تنقبض. العضلة دي تنقبض فهتحاول إن هي تحمي نفسها من الخطر اللي هي تعرضت ليه، لأن العضلة لما تكون منقبضة والإنسان يقع زي كده الضرر هيبقى أقل شوية لو العضلة كانت منبسطة أصلا. بعدين يبدأ القلب إن هو يضخ المزيد من الدم عشان يحصل على الطاقة بدل اللي احنا فقدناها دي. فهمنا؟ فهمت. يبقى هيحصل ايه تاني؟ أول حاجة المستقبلات الحسية اللي في جسمنا ترسل رسالة إلى المخ. يبقى هي بترسل رسالة لمين؟ المخ يبدأ المخ إن هو يستجيب ليها بإن هو هيعمل إيه؟ يعالج الرسالة ديت ويبدأ يرسل استجابة ليها. وبعدين تستهلك العضلات، تبدأ العضلات الموجودة في الجهاز العضلي تستهلك الطاقة الموجودة فيها في عملية الانقباض عشان تخلي عضلاتها تبقى منقبضة، فيبدأ الجسم ده يبقى بيتحرك عشان يواجه الخطر ده أو بيهرب منه أصلا. وفي نفس الوقت ده طبعا احنا كده استهلكنا طاقة، فالخلايا محتاجة طاقة غيرها، فبيبدأ القلب ان هو يضخ المزيد من الدم لباقي أعضاء الجسم أو للعضلات تحديدا عشان يعوضها عن الطاقة اللي هي فقدتها. أي تمام، تعالي بقى نحل التدريب ده كده. اكتب اسم العضو والجهاز المسؤول عما يعني عضو وجهاز، ترجمة الرسائل من أعضاء الجسم وإرسال إشارة لبدء الاستجابة الحسية عند التعرض لتهديد ما. الجهاز العضو اللي هو المخ برافو اللي هو الجهاز العصبي. برافو. طب تاني نقطة، ضخ المزيد من الدم إلى العضلات للحصول على الطاقة. العضو اللي هو القلب أيوة برافو والجهاز اللي هو الجهاز الدوري. برافو، عاش تمام مظبوط. فهمتي الجزئية دي ولا فيها أي حاجة صعبة نعيدها تاني؟ تمام. بتروحي المدرسة يا رودي؟ وصلت لحد فين في العلوم؟ العلوم كانت آخر حصة، كنا لسه ما كناش خلصنا الوحدة الأولى. قصدك المفهوم الأول بتاع الخلية؟ أي تمام كويس جدا. طب ايه الأخبار، بتجاوبي ولا في حاجات ناسياها ولا ايه؟ أبقى جاي برافو شطور. طيب ندخل بقى عن اللي احنا نعرفه عن جسم الإنسان كنظام. احنا قلنا عند الشعور بالتوتر أو التعرض لموقف خطير فإن أجهزة الجسم هتعمل معا في نظام متكامل ولا كل جهاز هيعمل بشكل منفصل؟ لا، كل الأجهزة هتتعامل مع بعض. بالظبط، يبقى هتعمل معا في جهاز أو في نظام متكامل. أجهزة الجسم مختلفة، في أجهزة كتير زي ما قلنا، جهاز هضمي، جهاز تنفسي، جهاز دوري، جهاز عصبي، في أجهزة كتير، جهاز عضلي، كل دي أجهزة في جسم الإنسان. الجهاز العصبي يعتبر جهاز من بين أجهزة كتير في جسم الإنسان، بس يعتمد الجهاز العصبي على وظائف باقي أجهزة الجسم المختلفة لكي يعمل. يعني ايه؟
فمثلا الخلايا العصبية تحتاج لعناصر غذائية عشان تؤدي الوظيفة بتاعتها، واللي بتنتقل إليها عن طريق الجهاز الدوري. يعني الجهاز العصبي رغم إن هو يبان لنا إن هو الرئيس بتاعهم وهو اللي بيسمح لهم يعملوا إيه وما يعملوش إيه، لكن هو بيبقى معتمد على كل الأجهزة التانية عشان يقدر يعمل الوظائف بتاعته ديت. إزاي؟ لأن الجهاز العصبي مكون طبعا من خلايا عصبية. مالها الخلايا العصبية دي؟ احنا عارفين ان اي خلية هتحتاج لعناصر غذائية، صح كده؟ أيوة. الخلية العصبية دي زيها زي اي خلية في الدنيا، تبقى محتاجة عناصر غذائية. طب مين اللي هينقل الخلايا العصبية دي العناصر الغذائية؟ الجهاز الدوري. يبقى من غير الجهاز الدوري اللي بينقل الخلية العصبية العناصر الغذائية، الجهاز العصبي مش هيشتغل. فهمنا؟ يبقى الجهاز الدوري بيمد الخلايا العصبية بالعناصر الغذائية لكي يعمل الجهاز العصبي. طب الجهاز الهضمي بيعمل ايه؟ طب ما الجهاز الهضمي اصلا هو اللي عمل العناصر الغذائية دي. احنا بناكل الغذاء في صورة حاجة معقدة، ساندويتش مثلا او اي حاجة. الحاجة اللي احنا بناكلها دي بتبقى صورة معقدة للعناصر الغذائية، ما ينفعش جسمنا يستفيد منها وهي ساندويتش. يعني ما ينفعش انا عندي خلية طولها 1 من 100 مللي متر واجي ادخلها ساندويتش قد كده، مش هتستفيد منه طبعا. طبعا فاللي بيفتفت لي ده ويخليها تتحول لعناصر غذائية في صورة بسيطة الجهاز الهضمي. يبدأ الجهاز الهضمي يمسك الغذاء وهو في صورة غذاء في صورة معقدة، يعمل له ايه؟ بصي، يعمل له عملية هضم. معايا؟ ايوه يعمل له عملية هضم فيحول الصورة الكبيرة دي لعناصر غذائية بسيطة. بعد ما كانت صورة معقدة هتبقى صورة بسيط. بسيطة، تقدر ان الخلايا تستفيد منها ويقدر الجسم ان هو يمتصها وينقلها لكل الخلايا. تمام؟ يبقى تمام. وظيفة الجهاز الهضمي تحويل الغذاء من صورة معقدة إلى صورة بسيطة تستفيد منها خلايا الجسم. طب الجهاز الدوري؟ الجهاز الدوري احنا عارفين طول عمرنا ان الجهاز الدوري مكون من حاجتين، عارفينها من السنة اللي فاتت، دم، قصدي أوعية دموية، وقلب. يبدأ القلب ده يعمل ايه؟ يضخ الدم المحمل بالأكسجين لكل خلايا الجسم. فهمنا؟ يبقى الجهاز الدوري عندي بيبدأ ان هو القلب اهو مثلا، لو ده قلب فالقلب ده مسؤول عن ان هو يضخ الدم عشان الدم ده يوصل لكل خلايا الجسم. الخلايا. يبقى فهمنا كل جهاز فيهم بيعمل ايه؟ ايوه تمام. طبعا كل وظيفة الجهاز الهضمي او الدوري او برضو هما الاتنين بيعتمدوا على الجهاز العصبي. شايفة بقى الموضوع ايه؟ الموضوع مش بس ان الجهاز العصبي هو اللي بيعتمد عليهم عشان يشتغل، لا، هما برضو ما يقدروش يشتغلوا من غير الجهاز العصبي. فليه مثلا؟ لان عضلات المعدة وعضلات القلب بتوع الجهاز الهضمي او الجهاز الدوري مش هيتحركوا ولا يبدأوا عملية الهضم ولا يبدأوا عملية ضخ الدم غير بإذن من الجهاز العصبي. يبقى الجهاز العصبي برضو رغم ان هو محتاج لهم برضو في ان هو ياخد منهم العناصر الغذائية والدم، الا ان هو
ان وظيفة الجهاز الدوري ووظيفة الجهاز الهضمي تعتمد على الجهاز العصبي. ازاي؟ لان الجهاز العصبي بيتحكم في عضلات، ايه؟ المعدة. والقلب. بالظبط، برافو عليك، المعدة وعضلات القلب. تمام. تمام. طيب بعد كده عندنا ازاي بتتفاعل اجهزة الجسم المختلفة لما انا احرك دراعي. شوفي، اقل حاجة انا بحرك دراعي بس، كذا جهاز هيشترك في الموضوع ده. ايوه، كذا جهاز هيشترك في الموضوع ده. ازاي؟ اول حاجة انا هتحرك او هحرك دراعي ليه؟ انا شفت مثلا كوباية مية وعايزة اشرب المية دي، فهبدأ اول حاجة اللي شافت ديت اسمها ايه؟ العينان. فاول حاجة حصلت ان ترى العينين اولا مكان الكوب على الطاولة، بدأت العينين تشوف مكان الكوب على الترابيزة. طب وبعدين بدأ المخ يقوم بتنسيق الحركات اللازمة وإرسال التعليمات إلى العضلات. يعني أنا شفت بعيني الكوباية، فبدأ المخ إن هو ينسق الحركات اللي المفروض تحصل ويرسل رسالة للعضلات اللي المفروض تتحرك عشان أتناول الكوباية بإيدي. قبل ما أتناولها بقى راح القلب، ده مش محصلش وخلاص، لأ، ده راح القلب ادى العضلات اللي هتتحرك اللي هي عضلات ايدي، راح اداها مزيد من الدم عشان يغذي العضلات شوية، لان العضلات هتتعب دلوقتي وهتتحرك وهتفقد طاقة، راح هو ضخخ لها دم مش كتير. يقوم القلب بضخ المزيد من الدم لتغذية العضلات اللازمة للحركة. وبعدين انقبضت العضلات الموجودة في الذراع، بدأت العضلات الموجودة في الدراع ان هي تنقبض لتتحرك نحو كوب الماء، وتبدأ بقى ان هي ايه، تتناوله وتشرب عادي. شوفي كام جهاز بيرتبوا مع بعض عشان انا بس ابسط حاجة هعملها ان انا هشرب كوباية مية. فهمتيني؟ أي تمام. يبقى انا عندي اول حاجة عملتها ان اجهزة الجسم تفاعلت مع بعضيها عند حركة الذراع. فمثلا العينان اول حاجة هي اللي شافت الكوباية، وبعدين المخ بدأ ينسق الحركات اللازمة ويرسل التعليمات الى العضلات، وبعد كده المخ القلب عمل ايه؟ القلب ضخ الدم. قام بضخ المزيد من الدم لتغذية العضلات اللازمة للحركة. وبعدين بدأت العضلات بقى خلاص تعمل الوظيفة بتاعتها، وبدأت إنها تنقبض لتتحرك نحو كوب الماء. في أي حاجة صعبة؟ لا تمام. سهل الدرس بتاع النهاردة ولا صعب؟ لا سهل. تمام. ندخل في الدرس التاني وهو سهل مش صعب خالص. الدرس التاني يا ستي بيتكلم عن تركيب الأنظمة الحية، وتركيب الأنظمة الحية بيبقى يعتبر هي ايه، هي اللي بتعتبر وحدات البناء الأساسية لجميع الكائنات الحية. الايه؟ السؤال اللي عندنا ده أول سؤال أهو، تعتبر نقط هي وحدات البناء الأساسية لجميع الكائنات الحية. الخلايا. الخلايا. طبعا، برافو عليك. وكل الكائنات لما بتتكون، أو معظم الكائنات بتكون عديدة الخلايا، فلما هي بتعمل خلية جنب خلية جنب خلية بتعمل حاجة اسمها نسيج، وخاصة لما يكونوا خلايا متشابهة. لازم تكون خلايا متشابهة عشان تعمل نسيج.
يبقى رغم أن الخلايا جميعها تشترك في أشياء محددة إلا أنه يوجد منها العديد من الأشكال والأحجام. في طبعا أشكال كتير من الخلايا وأحجام كتير برضو من الخلايا. التنوع ده في شكل الخلايا هو اللي خلى إن كل خلية تبقى متخصصة وبتعمل حاجة معينة أو بتعمل وظيفة معينة. زي ما قلنا قبل كده، في شكل مثلا خلايا الدم الحمراء غير شكل الخلية الحيوانية العادية، لأن وظيفة ديت غير وظيفة ديت، فعشان كده ربنا خلق لكل واحدة فيها شكلها وحجمها المناسب مع الوظيفة بتاعتها. زي مثلا الخلايا العضلية، الخلايا العضلية اللي هي بتكون نسيج عضلي اللي هما بيكونوا العضلات، فدول بيبقوا على شكل ألياف طويلة. شايفة الخلية شكلها ايه؟ مش زي الخلية اللي احنا متعودين عليها، لا بصي خلية عضلية شايفاها طويلة ازاي؟ احنا أيوة. الخلية اللي احنا متعودين عليها كده، لكن ديت خلية عضلية طويلة او على شكل ألياف طويلة. مهمة جدا الكلمة دي، تمام؟ أيوة. ليه ربنا خلقها طويلة؟ عشان هي هتبقى في مكان محتاجين نحركه، فعملها على شكل ألياف طويلة لتسمح بالحركة، عشان تسمح بالحركة وتكون قادرة إن هي تخزن وتطلق الطاقة بسرعة، ما تاخدش وقت عقبال ما تاخد طاقة تخزنها جواها، ما تاخدش وقت عقبال ما تطلع الطاقة منها عشان تستخدمها. يبقى فهمنا الخلايا العضلية توجد على شكل إيه؟ شكل خلايا طويل، على شكل ألياف طويلة. ليه؟ عشان تقدر تتحرك، عشان إيه؟ تقدر تتحرك. بالضبط، لتسمح بالحركة وتكون قادرة على اختزان وإطلاق الطاقة بسرعة. تمام. لا تعمل خلايا العضلات بمفردها، فبالتالي حجم الخلية العضلية بيكون صغير للغاية، لأن مفيش خلية هتبقى شغالة لوحديها زي ما احنا عارفين، كلهم هيشتغلوا مع بعضهم. فبالتالي لا تعمل الخلايا العضلات بمفردها، لأن حجم الخلية العضلية بيكون صغير للغاية، فبالتالي لازم آلاف الخلايا تعمل مع بعضها. فهماني؟ أي لازم آلاف الخلايا تعمل معا لتكون فعالة عشان تعمل الوظيفة بتاعتها. طيب، وبعدين مجموعات الخلايا المتشابهة في جميع أجزاء الجسم تعمل معا لتشكل النسيج، تشتغل مع بعضيها بقى وتتجمع مع بعضيها خلية عضلية وخلية عضلية وخلية عضلية، فتكون لي حاجة اسمها نسيج عضلي. زي ما احنا كنا واخدين ان اي خلية تتجمع جنب خلية تتجمع جنب خلية يعملوا لي حاجة اسمها نسيج. المرة دي احنا جمعنا مش اي خلية، لا جمعنا خلية عضلية، فهيتجمع لي نسيج عضلي. تمام ماشي. تمام يبقى النسيج عندنا عبارة عن مجموعة متشابهة من الخلايا، أو مجموعة من الخلايا المتشابهة. لازم تكون الخلايا متشابهة، ما ينفعش تكون خلية عضلية بالشكل ده وأحط جنبيها خلية حيوانية وخلية عضلية وخلية حيوانية وخلية عضلية وخلية حيوانية ويعملوا لي نسيج. لا ده غلط، ده مش نسيج طبعا، ولا عمره ده هيحصل، ده مستحيل يحصل. لازم يكون يا إما خلايا عضلية جنب بعضيها يا إما خلايا حيوانية جنب بعضيها. تمام. طب وبعد ما كوننا النسيج، النسيج هيفضل لوحده كده؟ لا، النسيج بعد كده هينتظم في حزم عشان يشكل العضلة. فالعضو ده عبارة عن مجموعة من الأنسجة. خلاص احنا كوننا نسيج، كوناه، نروح نحط نسيج جنب نسيج تاني جنب نسيج تاني. مش مهم يكونوا متشابهين، بس مهم يكونوا هيتعاملوا مع بعض بحيث ان كل واحدة فيهم هتقوم بوظيفة محددة.
لما يعملوا عضو، العضو ده بعدين هيقوم بوظيفة محددة أو معينة. محددة أو معينة. كل عضو داخل أجهزة الجسم طبعا ليه وظيفة محددة بتكون ضرورية للحياة، زي القلب بيضخ الدم لكل أجزاء الجسم، فمستحيل حد يعيش من غير قلب. ليه وظيفة محددة وضرورية للحياة، كل أعضاء الجسم مهمة، مفيش حد فيهم مش مهم. وطبعا عضو جنب عضو جنب عضو هيعمل لي حاجة اسمها جهاز، تمام؟ تمام. ازاي؟ ان كل الجسم بيحتوي على العديد من الاعضاء، عندنا مخ وعندنا عضلات وعندنا عظام وعندنا معدة وعندنا مريء وعندنا فم، كل دي عضلات، عديد من العضلات. كل العضلات ديت، معظم العضلات او شوية عضلات كده يتجمعوا مع بعض عشان يعملوا بيها وظيفة معينة، يروحوا يكونوا لي جهاز. فكل جهاز عبارة عن مجموعة من الأعضاء التي تعمل على أداء وظيفة واحدة مشتركة. يعني كل الأعضاء، كل عضو هيعمل حاجة عشان في الآخر كلهم مع بعض يعملوا حاجة لوحدهم. زي إيه مثلا؟ زي مثلا أنا في الفصل، فهبدأ إن أنا أقول لك يا رودي أنتي هاتيلي ورقة، وحد تاني هيجيب قلم، حد تاني هيجيب مسطرة، عشان في الاخر تعملوا لي لوحة. فهي دي، أيوة. ان احنا من عضو لجهاز، كل عضو هيعمل وظيفة معينة، وبالتالي يرجع الاعضاء دي كلها يكونوا بيعملوا وظيفة واحدة مع بعض، تمام؟ أيوة. تمام. فمثلا عندنا الجهاز العضلي او الهيكلي. العضلي الهيكلي اللي هو مكون من عضلات وعظام مع بعض، عضلي هيكلي. ازاي؟ يعني في الهيكل العظمي وفي العضلات زي ما انت شايفة كده. الجهاز العضلي الهيكلي مكون من جهازين مع بعض، جهاز عضلي وجهاز هيكلي. الجهاز العضلي مكون من عضلات وأوتار، حاجة اسمها أربطة، عضلات وأوتار وأربطة، دي العضلات، دي الأعضاء بتاعة الجهاز العضلي. أعضاء الجهاز العضلي 3: عضلات وأوتار وأربطة. أما الهيكل، الجهاز الهيكلي فعنده عظام وغضاريف. عنده إيه؟ نظام غضاري. عظام وغضاريف، تمام. وطبعا الجهاز الهيكلي جنب الجهاز الهضمي جنب الجهاز التنفسي هيعملوا لي إيه؟ كائن حي، صح كده؟ أي كائن حي. يبقى مفيش جهاز واحد في جسم الإنسان ينفع إن احنا نستغنى عن الباقي بيه. يعني مثلا أنا عندي جهاز عصبي، هقدر أعيش بيه لوحده؟ لأ، لازم يبقى معايا جهاز تنفسي، ولازم يبقى معايا جهاز هضمي، ولازم عضلي، ولازم كل الأجهزة. فبالتالي ما ينفعش جهاز يعمل بمفرده، لازم كل الأجهزة هتعمل معا للحفاظ على حياة الكائن الحي ده. أي حاجة محتاجة إن احنا نعمل تكامل بين الأجهزة. حتى لو أنا هتناول كوباية مية زي ما شفتي، لو أنا مثلا هلعب كورة، فده هيتطلب إن الجهاز التنفسي والجهاز الدوري والعصبي والعضلي والهيكلي وكمان جهاز الإخراج إن هما يتعاونوا معا. طب إزاي؟ تقدري كده تقوليلي وانا بلعب كورة الجهاز التنفسي هيعمل ايه، والدوري هيعمل ايه، والعصبي والعضلي والهيكلي والاخراج هيعملوا ايه؟ المثال ده كده. هو بيلعب كورة، اه التنفسي هيتنفس عشان يجيب الأكسجين، و تمام، يبقى التنفسي هيزيد من عدد مرات التنفس، صح؟ أي تمام، والعضلة عشان يشوط الكرة. إيه الدوري ولا قصدك انهي؟ العضلي تمام، برافو. هيساعد ان هو يحرك عضلات رجله عشان يشوط الكور، برافو.
اللي هو العضلي الهيكلي مع بعض. العصبي ايوه هيرسل الإشارات إن هما يتحركوا، اللي هو العصبي، برافو. والدوري بيزيد دقات تمام عدد دقات عدد القلب. برافو، عاش. طب وجهاز الإخراج؟ الإخراج تفتكري جهاز الإخراج هيعمل ايه؟ جهاز الإخراج مش عارف. جهاز الإخراج يا ستي، مش احنا نبدأ لو حد بيلعب كرة بيبدأ ان هو يعرق؟ أيوة العرق ده يعتبر جاي من جهاز الإخراج. جهاز الإخراج هو المسؤول ان هو يطلع العرق ده من جسم الإنسان. أيوة فهمتي؟ فهمت. تمام. عندنا آخر صفحة في الدرس الثاني، حركة العضلات وبعض الحركات البسيطة زي ما احنا شفنا من شوية، ان احنا بس عايزين نرفع كوباية مية من فوق المنضدة كذا جهاز اشتركوا فيها. فايه هما الأجهزة؟ عصبي ودوري، لا عصبي وهيكلي، ولا عصبي ودوري وعضلي وهيكلي؟ العصبي والهيكل بس والقلب. ايوه، بدأ كل واحد فيهم يا رودي ان هو اول حاجة، انا شفت الكوباية بعيني، بدأت احدد مكانها، بدأ المخ يبعت رسالة لمين هيتحرك، راح القلب بعت رسالة للعضلات اللي المفروض تتحرك، بعت لها قصدي دم كتير عشان يعوضها او عشان يديها طاقة تتحرك بيها. بدأ الجهاز العضلي او الهيكلي ان هو يحرك العضلات بتاعته. أي يبقى عصبي ودوري وعضلي هيكلي. عندنا كده مثال بسيط على كيفية تنمية الذراع. تنمية الذراع ديت ان الذراع هنا يتحرك عند انقباض العضلات الهيكلية وانبساطها زي الشكل ده. الشكل ده انا عايزة اثني ذراعي، فهعمل ضم قبضة اليد. قبضة اليد دي اللي هي دي، هبدأ ان انا اضمها على بعضيها، شايفة زي كده؟ ثانية اشاور لك عليها، دي قبضة اليد، بدأت ان انا اضمها. اثني مرفق اليد، المرفق اللي هو ده الكوع، ببدأ ان انا اثنيه. وبعدين ارفع قبضتك نحو كتفك، هنرفع القبضة دي نحو الكتف، هنقربها من الكتف. ايوه برافو. تحسس بيدك الاخرى عضلات ذراعك اثناء هذه الحركة. انت بقى وانت بتعملي الحركة دي تحسي العضلات بتاعت ايدك، أيوة. العضلة اللي من فوق ديت والعضلة اللي من تحت. هتحسي ان العضلة اللي من فوق دي حصل لها انقباض، شد نفسها كده شوية. اما العضلة السفلية دي او الخلفية دي اسمها عضلة امامية، لكن دي اسمها عضلة خلفية اللي هي من تحت، فدي بتبقى منبسطة. أيوة. العضلة المنقبضة بيكون طولها قصير، يعني انقباض العضلات يؤدي الى قصر طول العضلة. يعني ادي العضلة اهي كانت كده، اول ما هو انقبض بقت العضلة كده بس، شايفة؟ أيوة اهي بقت قصيرة. اما انبساط العضلات زي كده بيؤدي الى طول
او زيادة طول العضلة. طبعا حركة الأصابع والساقين والذراعين وكل أجسام الجسم الأخرى بتحصل بسبب الانقباض والانبساط ده. أي حركة أنا بعملها بتبقى حاصل فيها انقباض وانبساط للعضلات، طيب والعضلة بتبذل جهد عند انقباضها. هي كده ما عملتش، مش اللي هو ما عملتش مجهود، لا هي كده عملت مجهود بسبب عملية انقباض وانبساط العضلات الهيكلية، وتبذل العضلة جهدا عند انقباضها. وانقباض العضلات ده بيعمل على تحريك العظام في اتجاه واحد، يعني انا عملت انقباض للعضلة ديت فبدأت العظمة دي ان هي تتحرك في الاتجاه ده، ما اتحركتش في اتجاهين، لا هي اتحركت في الاتجاه ده بس. فاهماني؟ تمام. اي حاجة صعبة؟ لا ايه اللي هيحصل عند انقباض العضلة الأمامية وانبساط العضلة الخلفية بالنسبة للذراع ده؟ لو الأمامية هي اللي انقبضت والخلفية انبسطت، الذراع كده هيتحرك لأعلى ولا لأسفل؟ اللي هي ديت كده بتحرك للأعلى. لأعلى. يبقى أنا أول ما العضلة الأمامية تنقبض والخلفية تنبسط يتحرك الذراع لأعلى. طب لو حصل العكس يا رودي، بصي كده، بصي في الصورة، لو دي هي اللي انقبضت ودي انبسطت، الذراع ده هيتحرك ازاي؟ مش هتحرك لتحت. بالظبط، برافو عليكي، لأسفل. يتحرك الذراع لأسفل عندما تكون العضلة الأمامية منبسطة والخلفية منقبضة. فهمتيني؟ أيوة. في أي حاجة صعبة بالنسبة لك؟ لا طيب تعالي كده نحل التدريبات ديت مع بعض. اختر الإجابات الصحيحة من بين القوسين، تشكل العضلات والأعضاء مع الجهاز عضلات وعظام هتشكل جهاز ايه؟ كلب. هي عضلي هيكلي، اسمه عضلي هيكلي لأن هو عضلات وعظام مع بعض. مجموعة من الخلايا المتشابهة مع النسيج تمام، توجد الخلايا العضلية على شكل أنياب طويلة. طويل، برافو. يقوم بضخ المزيد من الدم لعضلات القلب برافو، عند الشعور بالتوتر، فإن الأجهزة تعمل في نظام متكامل. برافو. تحرك الذراع نتيجة انقباض وانبساط العضلات، صح؟ انقباض انبساط العضلات، صح ولا غلط؟ صح. تمام. الآن الجهاز الجهاز عبارة عن مجموعة من الأنسجة تعمل
على أداء وظيفة واحدة مشتركة للجسم. لا غلط. برافو، لأن هو مجموعة أعضاء مش أنسجة. تعمل أجهزة الجسم المختلفة في تكامل معا عند التفرد التعرض لموقف خطير. صح ولا غلط؟ صح. تمام. رقم 4، تتحرك العظام تلقائيا دون تدخل العضلات. صح. ازاي؟ صح ازاي؟ اللي غلط غلط. بيخلي العظام تتحرك هي العضلات أصلا. تمام. انقباض العضلات يعمل على تحريك العظام في اتجاه واحد. تمام. قبض العضلات. حجم الخلايا العضلية كبيرة للغاية. اه تمام، برافو. كبير. الخلايا هي لا قادرة على ثانية، حجم الخلية العضلية بيبقى كبير. احنا قلنا هو بيبقى طويل لكن مش كبير، صغير للغاية. ما فيش هنا طويل. صغير، ما هو في صغير اهي، ما هو طويل بس صغير. فهماني؟ أي. تمام. يلا رقم 3. الخلايا العضلية قادرة على التتار واطلاع إطلاق اه الطاقة بسرعة. ايه؟ الطاقة الطاقة. برافو. تمام ماشي. يقوم بتنسيق وضبط الحركات اللازمة للعضلات. مين اللي هيقوم بالتنسيق وضبط الحركات؟ مين اللي بيعمل كده؟ مخ يا مسلم. المخ. برافو. المخ. تمام. اذكر السؤال الرابع. مكون جهاز العضل الهيكلي. مكونات افتحه. العظام تمام والعضلات. مكون من العظام والعضلات. بس كده. مكون من العظام والعضلات ده مكون من عضلات والأوتار وأوتار والغضاريف والأربطة. وغضاريف وأربطة. وأربطة وعظام. من 5 حاجات، عظام وغضاريف مع بعض يعملوا جهاز هيكلي، وعضلات وأربطة وأوتار يعملوا جهاز عضلي، فهما الاثنين مع بعض عملوا جهاز عضلي هيكلي. أيوة. رقم 2. يمتد الجهاز العصبي في عمله على الوظائف باقي أجهزة الجسم. اذكر مثالين للجهاز. يعني زي ايه اللي بيتحكم فيهم او بيعتمد عليهم الجهاز العصبي في عمله اللي قلتلك؟ المخ هو اللي بيعتمد عليه. اه الجهاز الدوري تمام. والعضل. برافو. الدوري والعضل. برافو. عايش. رقم 3. عرف النسيج.
مجموعة مجموعة من الخلايا. من الخلايا المتشابهة. ما انساش كلمة متشابهة. مجموعة من الخلايا المتشابهة. رقم 5، استخرج الكلمة المختلفة. الرئتين، الرئتين. ليه؟ لأن العظام والعضلات والأوتار دي كلها في الجهاز الهيكل العظمي. برافو، عضلي هيكلي. أما الرئتان تبع الجهاز. تنفسي. برافو، التنفس. برافو يا رودي. في أي حاجة صعبة في درس النهاردة؟ لا طب بصي كده، قلبيلي في الكتاب من فوق قبل المفهوم الأول، وقوليلي انتي حالة لحد فين التدريبات. صفحة 38، 39 هي اللي محلتهاش، و40 و41. يعني حل 38 واللي قبليها 37. أيوة طيب ناخد 39 واجب، وابعتيهولي، ما تنسيش تبعتيه عشان ماشي اصححهولك قبل الحصة. ماشي. خدي 39 واجب. تمام. 39 بس. 39. ماشي عشان ان شاء الله نعمل كويز قريب كده اونلاين، على المفهوم الاول، بس بعد ما اخليك ايه، اشوف حلك في التدريبات ديت هيبقى كويس ولا هتبقى في حاجات بتغلطي فيها. ماشي. ماشي يا رودي، في اي حاجة مش فاهماها؟ لا كله تمام. اي حاجة؟ شكرا. يلا باي. باي.